كل يوم سنة هذا مر علينا، لا بتحس براحة ولا بتحس بقصر، بتحس بضرب وخبط وبرقع، فيش راحة ولا في رزقة ولا في شغل ولا في نيلي. كنا قبل 400 يوم نشتغل ونروح ونيجي، اليوم فيش شيء، بتضلك قاعد لسنا وجه الله لما تجيك أكلك ولا شربك. وقف الحرب ونرجع على دورنا، إنه بعد 400 يوم هذول ما ضلش فيها حي، وين بدنا نروح نسكن، وين بدنا نروح نقعد، فيش إنه حتى ما فيش إنه دور. الشمال كل اليوم ساحة، كله ساحة اليوم، الجيش اللي طلعنا منها بالقوة بالعنف طلعنا، ضرب كان فوق روسنا، والحمد لله هنا لقينا من مكان لمكان، مش لحقين نتنقل من مكان لمكان. ال 400 يوم اللي مروا علينا كان كل يوم بسنة، يعني 400 سنة وما أكثر يمكن كمان. يعني لو احنا ما صارش الحرب اتجوعنا وتشردنا، وفي الاول بقينا عايشين وكويسين مبسوطين، الكابونات يجي لنا كل شهر مرتين، هلقيت لا في اكل ولا في شرب ولا في ادويه ولا في اي حاجه، يعني محرومين من كل شيء، من كل شيء، حتى النفس نتنفس ومحرومين منه. احنا بنطالب في كل الدول العربيه تطلع لنا بعين الاعتبار وتكون ايد واحده وتقف معانا، والشعب الفلسطيني بنتمنى انه نرجع لديارنا. صحيح ما ظلش لنا ديار، دولنا تجرفت، وهي نص أهلينا في الجنوب ونصهم هنا ونصهم ضايل في الشمال، يعني ثلاث قطع مقطعين. وينه؟ اجت الحرب من 400 يوم دمرت القطاع بشكل كامل، رجعتنا للصفر، الواحد مش عارف من وين يبلش، فيش عنده أبسط الأشياء اللي هو يقدر يتعايش فيها، لا عنده قلن مي بده مشكلة فيه، بده يعبي تكية من التكيات بده يعمل مشكلة فيها، يعني أمور بسيطة ما قبل الهجرة رجعونا، قبل 48، أيام 48 كانوا يحكونا عنها كانت أطيب من هيك الأمور، إحنا هيك فيش أمان وفيش مكان، دمار وتشتيت وتفقد أحبة وتفقد أعزة، إحنا فقدنا 5 شهداء وفقدنا أسرى وفقدنا محبين، هاي أهل البيت لها مش قادر أتواصل فيه معاهم، إنهم يعني تقريباً 35 يوم من أول الاجتياح الأخير هذا مش قادر أعرف عنهم طيبين عايشين. 400 يوم، أنت 400 يوم يعني زي عن 4000 سنة، 400 يوم هذول